3 2 1 تفضل. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم على الامه الاسلاميه وعلى جماهير النادي الاهلي في كل مكان. هنا من قاعه فكري اباظه بمقر النادي الاهلي بالجزيره، حيث عقد منذ قليل وانتهت منذ قليل المزايده الخاصه بالحقوق التجاريه والبث الفضائي المتعلق بالنادي الاهلي خلال السنوات القادمه، وانتهى هذا الاجتماع بشكل رسمي في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وفي حضور ايضا الاستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت، والتي فازت بحقوق البث الفضائي للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة لمدة 4 سنوات بقيمة 400 مليون جنيه، رقم قياسي بالنسبة للنادي الأهلي ورقم قياسي في الوسط القروي المصري وفي الوطن العربي، رقم كبير جدا. لكن لمزيد من التفاصيل وإطلالة حول هذا الرقم والمزايدة والقيمة التجارية الخاصة بالبث الفضائي للنادي الأهلي والأرقام القياسية التي يضربها النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، يسعدني ان يكون معي الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ شريف، بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي مع كل جمهور الاهلي في هذا الحدث الرياضي الكبير بالقيمه التجاريه والرقم القياسي الذي اعلن منذ قليل بعد نهايه المزايده الخاصه بالبث الفضائي. اهلا بك يا محمد، واهلا بكل الزملاء في قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم واعضائه في كل مكان. الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب كان منذ اللحظه الاولى لتوليه مهام المسؤوليه بيطمح للوصول الى رقم يقترب او يزيد عن المليار جنيه حقوق بث ورعايه واعلانات حتى على الاسوار. الحمد لله بعد حقوق الرعاية اللي فازت بها شركة صلة الرياضية، اليوم انتهت المزايدة الخاصة بحقوق البث التلفزيوني اللي فازت بها شركة بريزنتيشن، وبنهنيها الحقيقة بقيمة 400 مليون جنيه لكل مباريات الدوري. ده بالإضافة إلى أنه كل مباريات الدوري سوف تذاع على قناة النادي الأهلي، وده خبر سعيد بالنسبة لمشاهدي القناة وللزملاء في القناة، بعد 90 دقيقة فقط، مش بس مباريات النادي الأهلي، لا كل مباريات الدوري العام ستذاع متأخرة عن موعدها 90 دقيقة، بالإضافة أنه ما يسمى الهايلايتس أو الملخص لمباريات الدوري العام أيضا كلها ستذاع أيضا يعني على قناة النادي الأهلي، بالإضافة أن شركة بريزنتيشن أيضا منحت النادي الأهلي حق نقل على قناته كل بطولات ألعاب الصالات الجماعية سواء سلة طايرة يد غيره اللي هي فايزة بحقوق رعايتها أو بحقوق بثها مع الاتحادات المختلفة. في تقديري أنه ده رقم يعني مقبول جدا، الناس كانت بتتكلم في 200-250، لكن الأهلي طموحه أكبر من كده بكتير. ده مجلس إدارة على رأسه الكابتن محمود الخطيب، اسم النادي الأهلي اسم كبير جدا واسم جاذب للمستثمرين وللجمهور وقيمة تجارية عالية جدا. اللجنة الحقيقة المشكلة بفض المظاريف بذلت جهد كبير جدا برئاسة الأستاذ خالد درندلي أمين الصندوق، ومعاه مجموعة من أبناء النادي الأهلي المخلصين سواء المدير التنفيذي، المدير المالي، ممثل الشؤون القانونية، إدارة التسويق. النادي الأهلي منظمة أو منظومة شديدة الانضباط والرقي، وأبناؤه جميعهم الحقيقة بيدينوا بحب وبلاء لي وبيعملوا ليل نهار من أجل رفعته. فأنا بشكرك يا محمد، وإن شاء الله إن شاء الله بالحقوق الأخرى النادي الأهلي يصل إلى المليار. يعني في لسه عندنا يعني يكلمك بقى يعني الفاضل الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، هو عنده التفاصيل كلها وهو زي ما بنقول يعني كل الأمور المالية عنده، هو رئيس اللجنة الخاصة بالبث وحقوق الرعاية. فإن شاء الله إحنا يعني بنتعشم أنه المستقبل يكون أفضل، المهم كمان أنه يبقى جمهور الأهلي العظيم ورا فرقته وكله ثقة في مجلس إدارته، هذا المجلس اللي بيعمل فقط للنادي الأهلي ولجمهور الأهلي ولتاريخ النادي الأهلي العظيم. نأكد تاني مدة التعاقد 4 سنوات ب 400 مليون، والحقوق المتعلقة بمباريات الصالات سواء في الاتحادات الطايرة أو السلة أو كرة اليد مبارياتها بإذن الله من خلال الشركة الراعية هتعطيها للنادي قناة النادي الأهلي. قناة النادي الأهلي والقناة كمان يعني إن شاء الله نسعد بيكم، وأنا عايز أهني كمان القناة الحقيقة والكاتب الصحفي الكبير دكتور خالد توحيد بمناسبة تولي رئاسة القناة، وإن شاء الله نشوف حاجة تليق بقناة أو بنادي القرن في المستقبل القريب. فهيكون عندنا الهايلايتس وهيكون عندنا المباريات متأخرة 90 دقيقة، اللي مش هيلحق يشوف هيقدر يشوفها على قناة النادي الأهلي بالإضافة لل 400 مليون جنيه. بالتاكيد خبر يعني يسعد كل الاهلاويه في كل مكان. استاذ شريف فؤاد انا بشكرك شكرا جزيلا، خبر اسعد كل الاهلاويه في هذه الليله والامسيه الرمضانيه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ايضا مستمرين معاكم في هذه اللحظات.